يلا حي الشرق الأوسخ، مو الشرق الأوسط، مو أنا اللي قلت، هند اللي في أمريكا تسميكم الشرق الأوسخ والكل ما شاء الله متابعها. عموما أنا صحيت على الترند الأول ومسوي أكشن وهذا، وأنا مواعدكم أني ما أتكلم عنها من يوم دريت أنها الأعلى متابعة. ليش؟ الأعلى متابعة يعني تحبونها، وأنا ما أحب أنه أتكلم عن شخص أنتم تحبونه. بتكلم عن جزئية واحدة اللي هي جزئية الشرق الأوسط، الباقي ما لي شغل فيه، اللي هو تصوير المؤخرات وهي وبنتها والأعذار الواهية. لك سنتين في أمريكا ومتربية ومتأسسة في السعودية إسلاميا، فعارف اللي أنت قاعد تسوينه وإيش وبكيفك. محمد عليه الصلاة والسلام وصل رسالته، والقرآن كامل موجود، والأحاديث موجودة، والنت موجود إذا اختلف عليك بعض الأمور، وتشوف أغلب العلماء يفسرون لك أغلب الأشياء، وكلها تقريبا تصب نفس التفسير يعني. إذن وصلنا أنه مقاطعها اللي فيها تفصخ ورقص تكلموا عنها كل الناس، فما لنا داعي نرجع نفتح الموضوع من جديد. وتصويرها لنفسها والبنتها في أوضاع غير لائقة يعني، حتى عند الأمريكان نفسهم ما يصورون مؤخرات عيالهم اللي هي عايشة عندهم، ما يصورونها بالشكل ذا، وينتقدون اللي يصور كذا ويعتبرونه مريض نفسي جنسي ويحاسب. في عندهم تحرش بالأطفال، بس تمسك حدود أنت متحرش بالأطفال، فما بالك يعني هنا. ولو العادات والتقل عارفة كل شيء وفاهمة، جالسة تشخص عليكم إيش هذا تفكيري أمريكي، تفكيرك ماني بقايل، قبل 3 أيام تعطينها خطوة مسويها عادات. والله إنهم يكرمون عنك على الخطوة، يكرمون والله، ما أقولها مجاملة، إنهم يكرمون عنك إنك ما تسوين نعال أردة واحد. حسابات الانحراف، في حسابات في السناب حق رقص وعري وانحراف، يتابعونها الشباب اللي يحبون يختلون بأنفسهم ويمارسون أشياء بينهم وبين أنفسهم. الحسابات دي كثيرة ويمنشنون عليها المتابعين دائم. أغلب مقاطعهم من ضمنها مقاطعك يوم بالمؤخرة، ويوم يبين فرجك، يوم لابس الليجنز الضيق، إلى الحين يتداولونه. إيش فيه عادي؟ لا مو بعادي، لبقى مو بعادي، أنت تكبرين ومسوية أني جاي بفكر أمريكي، أنت لك سنتين هناك، لا تشخصين يا زرعة، فاهمين الكفت كله، تفهمين. المهم نبي نتكلم عن جزئية الشرق الأوسخ، بلاد المسلمين والعروبة والأصالة والكرم، بلاد الفتوحات الإسلامية سابقا والتطور القادم إن شاء الله، بلاد يعيشون فيها الملوك والأمراء والشيوخ بلاد يعيشون فيها القادة العرب من جميع الدول العربية.